لو احنا النهارده واحنا مع حضرتك بنحتفل بالذكرى ال41، ذكرى غاليه، وكل السنين اللي بتمر دي بتثبت قد ايه كان في اصرار وعزيمه وتصميم وروح قتاليه وروح تضحيه عند حضراتكم والابطال من توفاهم الله وان شاء الله يعني في الجنه ونعيمها، ومن هم على قيد الحياه واللي احنا بنستثمر وجودهم معانا عشان نرجع نستلهم تاني الروح ونستعيد الذكريات. مبدئيا كده يعني عيد تحرير سينا بيمثل لحضرتك ايه؟ الحقيقة هو علشان نتكلم على عيد تحرير سيناء نعتبره نتيجة لحدث مهم. الحدث المهم كان حرب 73 اللي احنا بنحتفل السنة دي بالعيد الخمسين بتاعها، ولكل حدث نتيجة، ونتيجة هذا الحدث المهم والمجهود الذي بذل والدماء الذي أريقت من الشهداء تم تحرير سيناء بعد 9 سنوات آخر شبر فيها. وكانت معركة تحرير الجزء الأخير لا تقل أهمية عن معركة تحرير سيناء العسكرية، لأن المعركة القانونية اللي قادها جهابذة من القانون المصري الدولي قدرت ترجع باقي الحل الذي باقي الأرض التي لم نحصل عليها بالقتال، وبالتالي حصلنا على إجمالي الأرض التي احتلها العدو وأصبحت مصرية 25 إبريل من 41 سنة. يعني أكيد ذكرى جميلة، بس بما أن حضرتك في بداية حديثك سيادة اللواء تحدثت عن حرب أكتوبر المجيدة وأن تحرير سيناء هي النتيجة الطبيعية لهذه الحرب، محتاجين نرجع نفتكر مع حضرتك دور حضرتك في حرب أكتوبر 73. الحقيقة حرب 73 ملحمة كبيرة ومعركة كبيرة، مش معركة محلية ولا معركة بين دولة ودولة وجيش وجيش، ولكن هي معركة كبيرة في شأنها، كبيرة في معناها، كبيرة فيما حدث فيها، لأنها حتى الآن تدرس في المعاهد العسكرية مش في مصر بس، في العالم كله، لأن حصل فيها زي ما بيقولوا معجزات، بدءا من اتخاذ القرار بالحرب، بدءا من خطة الخداع الاستراتيجي، بدءا من السرية في التحضير، نهاية بيوم 6 أكتوبر الساعة 2 ناس طلعت حارب وما كانتش تعرف إن في حرب، وأنا من الناس دي. حضرتك كنت منهم فعلا؟ يعني أنا كنت في مطار يبعد عن القاهرة، مسافة بعيدة جدا، استدعوني أنا وزميل آخر لأننا هنشترك في طلعة معينة، ولكن الدعوة كانت إن أنا رايح أخد طيارة من الصيانة أعمل لها فلاينج تيست، يعني أعمل لها اختبار جوي وأرجعها السرب بتاعي، ولم أكن أعلم إطلاقا أن هناك حرب. وده سبب جوهري في نجاح حرب 73، لأن نجاح المعارك يأتي بالتخطيط الجيد والسرية في التحضير والخداع الجيد للعدو. فإحنا الحقيقة حققنا الحاجات دي كلها في 73. في ظل اتخاذ القرار بقى كان في صعوبة كبيرة جدا أن يتخذ القرار، حتى أن ده إدى يعني انطباع للعدو ان لا يمكن اتخاذ هذا القرار، لان كان في تحديات كبيره وقتها. طبعا اولا مانع مائي قوي، قناه السويس، خط بارليف يعتبر مانع، عدو متمركز، عدو متفوق تقنيا، عدو يحظى بتاييد من بعض الدول، قرارات الامم المتحده لا تنفذ، قرارات مجلس الامن لا تنفذ، ظروف هنا كمان وضع اقتصادي متردي في مصر، مظاهرات على طول، ناس مش راضيه عن الوضع، طوابير واقفه كتير، ازاي هنتخذ القرار ده؟ حتى الاصدقاء من الدول قالوا لا يمكن الجيش المصري يقدر يحارب في هذه الظروف، على الاقل مش هيقدر يعبر، هيعبر ازاي؟ العدو بيهددنا ان هو عنده نابالم، لو احنا دخلنا قناه السويس هيحرقها، لو خط بارليف ده عايز قنبله نوويه عشان نقدر نعديه. كل ده ليه؟ علشان ده يسمى فت العضد او الضرب على الروح المعنويه للجيش المصري. ولكن احنا بقى كشباب وكجيش مصري كان جوانا ثوره داخليه، لان احنا عاصرنا 67، و67 دي مش اثرت علينا بس كجيش، لا اثرت علينا نفسيا ومعنويا، يعني انا ما كنتش بقدر اخرج من بيتي بالنهار، وكنت عشان اروح السرب بتاعي اصحى بدري عشان ما حدش يشوفني، لان انا متحمل مسؤوليه انا ماليش ذنب فيها، متحمل مسؤوليه هزيمه 67 بالرغم ان انا كنت لسه متخرج وما اشتركتش، لكن حضرتها. بس كان عندك روح اللي أنا لازم تجيب ازاي حقنا. ازاي انا اقول ان انا مقاتل مصري للناس اللي مش مصدقه الكلام ده، سواء جوه او بره.